ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الردشت. مصادر الإلهام وهي كثيرة على أي حال، كالنساء عند الشعراء والمدام، والخواريف عند اللحامين والرعيان، وكيس الشمنتو عند الباطنجي وكاسة الشاي، والجمهور لدى المميزين والمبدعين، وما لا يحصى من ملهمين وملهمين، وما لا يحصى من استنتاجات ومفاجآت. وإذا أردت أن تعرف الشاعر أكثر، حاول أن تعرف من هي ملهمته، فقد تكون قضيب البان كما وصفها في شعره آزان حمام في الواقع، لا أضيب ولا بان ولا شتلة ريحان كما أسر سعادته في الشطر الذي تلاه. وهذا يعني أن عاطفة الشاعر غير صادقة يا أستاذ. برافو يا ابني برافو، بس لماذا؟ قصدي ليش؟ في القصيدة حبيبته ممشوقة القوام، بينما في الواقع هي شبيهة بخالة عيوش اللي عندها 10 أولاد. اخرس يا فتى ولا تترازل في المثال. حاضر استاذ، برافو يا بني لأنك قلت عين الصواب، لكنك ضربت المرأة الولادة المعطاء 1000 صواب وصواب. كما أن لكل امرأة جمالياتها يا بني، ولكنني سأسامحك لأنك شلوف غر لا تعرف شيئا عن جمال المرأة، ولكنك ستأخذ 10 لأنك قلت أن الشاعر كذاب، كذب في عرض مكونات بضاعته الحقيقية، زور في إعلانه الشعري كل المواصفات، وأنا من مزوري المواصفات، ذلك أن أي قصيدة من قصائدي لم ترتقي إلى عرض مواصفاتك بدقة. كنت عاجزا عن شرح مكوناتك، وفاغرا أمام الخيال الصارخ الذي في حضرتك يعتريني. وهل نستطيع توصيف الخيال؟ أنت الخيال، أنت خيال. وملهمة خيال أستاذ ليست موجودة بين كل بنات صفي، أجد فيها شيئا عند لميس، ولكنني أجد 10 الأشياء التي لا أريد. أجد نصف شيء منها عند رباب، ولكن إيقاع اسمها الذي يذكرني بالقصيدة التي علمتنا إياها قبل 2 شهر. رباب ربة البيت والخل والزيت والبيداء تعرفني، وجاجات وديكي. بصراحة يا أستاذ البنت اللي بحبها موجودة بس بخيالي، مو موجودة بالصف ولا بكل المدرسة. بقى ما رأيك أستاذ؟ والله حالتك لا تسر صديقا ولكنها تسر الأعداء، ذلك أنه لم يعد هناك من أعداء نبلاء هذه الأيام، بينما حالتي تثير حسد الأصدقاء قبل الأعداء. ولما لا، فملهمتي أميرة من الأميرات، لن تتحول إلى زوجة في يوم من الأيام، ولن تتحول إلى حبيبة في لحظة من اللحظات، إنها واقفة على مسافة مني، تعطيني الطاقة وتمدني بالإلهام، لكنها مصدر واحد من مصادر الإلهام، فالملهمين كتار، إلا أنها لشدة عجزي عن وصفها تربعت على عرش الإلهام. هام، رح تجي أسئلة من هالقصة في الامتحان. انتهى الدرس يا بني. هي. هكذا حدثنا الردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.